السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف انتم؟ وشو اصبحتم؟ يا مرحبا وسهلا بكل المتابعين. شو بقولكم، الرمسة عبرت. يوم اللي رمسة وقفت ابوي الرمسة، حد يروم يرمس 10 ايام؟ ما تسويت تبحياتي، عادة يكون يومين شي رمسة ويوم اوف، يوم لا يوم ماشي. حين باكر بيكون لي 11 يوم، اليوم 11 جنة، هي يا تاريخ 5، بكره تاريخ 25 الشهر هذا 25، يا تاريخ 25 وباكر يوم 5، يعني الشهر هذا 31 ليلة، 31 يوم، يعني معناته 11 ليلة، 11 ليلة رمس ريج. شوف الله عليكم، ما زين هالمنظر لفت انتباهي، قلت اصور لكم اياه. شوفوا شيء جميل في الاسلوب اللي بالدليات بالشيرة، كل طرف صلب فيه قطرة مطر. سبحانك يا رب. شيء جميل، سبحانك سبحان الله. التصوير ما تظهر واضحة، لكن يوم تيجي قرب الشيارة، الحين أنا مثلا أشوف الشيارة تحرى ملبس عقد قماش، على كل طرف صلب شيء قطرة بيضة، شيء لونه جميل فنان. يعني صلوب الشيارة بني محروق وقطرة المطر لونها أبيض، فشيء جميل، منظر وايد جميل، خاصة يوم بتطالع على طول على مد النظر. يعني ما كان في التصوير ما طيع يبين. أمسات بعد يوم صورت لكم في سمونة، يوم كان ينزل السنو قبل كم من يوم، بعد ما طاع يظهر في التصوير. يوم يقول لك البش والبط يحب التلقليق، هذا التلقليق يسمعوه بالأول، الأغلاق والأغلاق، ها هات الأغلاق. وكلهن أبوي بالنيات، ما هذي هاي منك بشة بيضة، بشة وزة بطة، كلنا عازل عمره بس مروحة، يعني منفرد، ما دعش يأكلنا الحين، هلا وعلمها شي أنا ما أشوفه، هني شوفنا بهينات نحب هينا. أقولكم العنصرية حتى في البط والوز، كل من بغت تي قرب هنا البيضة راغنها، ها يروغنها، ما يبن فيه واهن شريك، كل من بغت تتقرب جداهن راغنها. ها شوف خلنها تعزل عمرها على يم فقيرة. ساعة والله ما بتقول بتلقط وحدة ضعيف ما بينها. هاي تقول الحقن مكود هني، وين أنا مجلسة مكود الأكل، تعال يا يقربي. وهنا هاي لكم صاوخات، أبوي اللي ما يطيع يضيع. الشور أبوي عند هاي، ها اللي في النصيفة هاي، ها يتلق هاللق كله، شو يرعوبتها مكبرها قادي كثر الصلاط، وانت ابوي عزل العمار كله منه، الا هذا يوز وهذا ما يوز وهذا يعيبنا وهذا ما يعيبنا، نقامات حتى في الوز ابوي والبش والبط، النقمة اللي ما توجه كلنا ابوي بيربع لنا. يا ليس وصور، يلا رايكم هذا. الحين اللي ما يدري ابوي بيخطف عدال هالتريب العود، بيتحراه مريوس ابوي تريله ولا سكسويل، وشابت انه سماد، وهو ابوي ترى ما بسماد، هذا ابوي ترابهم هالنمون، ارضهم هالنمون، بقعدتهم هالنمون، غير نمونه بنمونه.
سبحانك يا رب. ما تشوفون لو بت ها شو الحين هالمربعه لو بتختلون عنها ثلاث اربع ايام بتلقطون هم برعم اكيد بتبرعم. لو هاي يوم بترز المربعه اللي داير عليها اربع سنين في البخاخير يابس بتنظر بتنظر بتينع بتظهر هاك الورد وهاك الورق الغاوي والسب شو الارض الارض الطين طينة الارض. سبحانك يا رب ما شي شراتها طينتهم غير نمونة يا غير ورس ورس. حد يقول بضاعة وحد يقول ورس. شوف الاطراف ها وين البياضة هذه بضاعة وهناك ابوي ورس وزعفران ومحلب. ريحة ارضهم خنينة ريحة ارضهم الارض روح ريحة خنينة. وين ما بطيب الزراعة فيها وين ما بتعظى مثل الاشجار الشير روحه يتعظم. كل شيراي دح ما يلاجون عليه ثلاث انفار. شو السبب؟ الارض طيبه ارضه فنانه كان يريخ عليها من المطر 24 ساعه وين ما بتغدي ارضهم طيبه. ربنا اعطاهم ما نسانا والله ما حد مغيل غير حسنة. نحن عندنا ابوي لاعب في البحر والاصباخ ويهني ابوي يثره فصل يعدنا نحن يدلع البحر ويوم يبوي فصل الشتاء يدار. ها شغلة الرحيش حد يسميه رحيش حد يسميه حريش يعني كلنا بسماه. فأقولكم في القيط يعدنا يأكل السمك وعندهم أبوي يوم يشتاء يتغدى أبوي على الأعشاب وعلى الخضرة وعلى الفاكهة وعلى الميوة وعلى هبات الريح اللي عنده. اي نعم هذه الطيور يسمونها مبطول الطير النورس هذا الطير الملاق هاي الملاقة ليه في الدنيا كلها فيهم. عندنا يسوون عمرهم فقارة ولا حد أخير عنهم وما شي شراتهم ما حد شراتهم في الدنيا العودة. يوم يجون يتبطرن ما يأكلن أبوي إلا الورود والفواكه الكرز ونجبن التفاح. عندنا يا أبوكم يأكلن حتى القرطاس حتى القرطاس ما يشوفن شوف إنك ضربت على الغزل ينك يتراكضا غربلهن الله مملكهن شرات حد من العرب هشرات شرات حد من العرب عيال ترنا وين دار العز درنا. الله أكبر عليك عدنا والله العظيم ينهن بيموتن على المنشوسة وعلى العومة وعلى على كل شيء يعد ويذكر يظهر من البحر. وفي هالبلاد من يجين تبطرن ها بعد ما يازت لهن رمستي أنا خوزن عنه هيا ينا بسهجته وزفرته يذكرنا بالماضي خلنا نشتل عنه وعن رمسته اللي ما توجه ساهن والله ولا كأني أرمس نفاد عما فكر عويد اللي عاد وارض اللي انبتت. الله ملاقة بعينها أنا ما اللي ما يوز ترى أقول أنا ما يوز رضا نحول بسيارة الكشرة حتى في الحديقة تخطف. شوف النظافة خطفن أبويها حتى في الحديقة شل الكشرة والدنيا الدنيا ما بالله فالتو هات اللي عندنا غير هاي مال حدايق صغير يعني حدايق عندنا من الممرات الصغار ويمشي ويلقى يمشي ويلقى يمشي ويلقى انزين شي تبون عادة ولا بس عليكم والله انقمني نقمة الطويرات والله ولا عادة ولا سوى اللي كبرت بخت. امس واحد من عيالنا يعني ما اعرف الله يحفظه لكن الظاهر من الامارات اعتقد اقول له انا في غلطة اقول لك الحامز ما شي شراته طرش لي تعليق قال شو بعد حامز غلط كلمة حامز ينقال عن التهم ها أنا تحراه يعني مش تحراه رديت عليه برد يعني قلت له هل أنت حين تبي تعلمني ولا تسأل عن المعنى ولا شو اللي تقصده قال لا أنت غلطان الأكل يوم ما أدري شو يقولون عن التهم ها قلت له لا قلت له التهم غير والحامز غير والجامي غير والمالح غير والماسخ غير والحامض غير
والمحومض بعد غير، والمخومي بعد غير. المحومض اللي طعم حموضية فيه حموضة، والحامض الحامض القار الحموضية القارصة، هاي يسموه حامض سركة. والمالح ترى قالوا عنه مالح. عنبو طباخكم انتم محيط اليوم، كلت محيط ما تنقال في الوصف اللي عند هالراس الخيمة. شو غداهم؟ غداهم زين يا غير محيط. محيط عاد يعرفون العرب ان طبخهم مالح، ملح ريج اجاج، ملح اجاج. هذا يوم يقولون رواعي راس الخيمة طبخهم محيط زين، طبخهم يا غير محيط. محيط يعني انه مالح من المحيط، يعني ما اخذ ملح المحيط. ترى الخليج العربي ملحته ادنى عن اخف عن المحيط. والمخومي الخربان ريحته مخومية، والمحومض طعم حموضة فيه، والجامي الجامي أخف عن المحيط، أخف بوايد يعني ملحته الملح الجامي اللي تشتهي تاكله ويعيبك تاكله، إن فيه شوي ملحته قالطة، هاي يسمونه الجامي. والتهم اللي هو الماسخ، التهم اللي هو الماسخ، والحامز اللي محموس يا يعني محموس زين ما زين، هذا قالوا عنه حامز. البهار والثوم والدويات يعني باتش في الأكل، طعم الأكل اللي حامز كانها حمسة ولا فوقه ولا اللي يكون، والله خدمتهم حامزة. ما يندر هل إن في شيء باجي ما عديته، الله أعلم. هيا ما أقولكم، ها يدعو لي سيارة ما يلاجي عليه 10 أنفار، ها طالع مصغروني عدالها، ها إلى واحد أنا روحي واحد بف من كبري لك، غادي ماشي عدال يدح الأشيارة. إيه والله 5 أنفار ما يتلاقون على يدح. سبحانك يا رب. الحمد لله تلقطت العرب، كل يوم حد يشتل، كل يوم حد يشتل. أول بعد ياسر بن خدية، وأمس لقطوا جماعة، اليوم بعد بيطير عني الحبيشي على الله يحفظه، خادم الحبيشي القبيسي بيسافر اليوم. وبازم الله روحي باكر الكويتي بعد بيسافر، والمر باكر بيسافر، بالمر باكر طيارته لك بالمر هين ترى في راس حب ما انطحن، بعد بيطير جده برشلونه بيلس يومين. تدرون طياره تذكره برشلونه من لندن بكم؟ 30 جنيه ما ادري 50 جنيه، والله رخص التراب، جيمة كوفي والله العظيم. كل يوم طيران الاتحاد تطير من هيثرو 5 رحلات إلى 4 رحلات، وكلهم ممزورات لين عينهن. بغيت يسوون أبغريت من بزنس لين فيرست، قالوا بالدل كل هالدنيا ممزورة لين عينها الطيارة فل، ما بيدي حين زي. والله البزنس مبحتات الروايح ولا في ذيل المحمد، لا والله إلا زين وفوق عن الزين ومريح وما شي شاته. لكن نحصل الفيرست بعيد أخير وما حصل، يعني قزب اللي الله عاطنك اياه، كل انسان ورزقه ونصيبه. كملنا دهر نطير على الاكونومي، دهر سنين الله، انا بحياتي ما شفت قطع تذكره ترى فيرست ولا بزنس من كيسي، لا والله كذب خيب مال بلاش هنا كثر منه، ولا انه من كيسي ولا والله ما كنت اديت ما في حاسيه. بخبركم شتان ابوي بين الاولى والبزنس والاكونومي. الاكونومي تازم بوشنك مقيد، مريح لكن ما بريح وايد يا غير الراحه والشراغه. في اللي صورتكم اياها كله، اللي حطيته على اسمه، اللي حطيته على الانستغرام، هاي الريزيدنت غرفه بصالتها طباخها بعلمها، حتى يدي والله عورتني، ها عروم اتشمها يبط اليد بيد، والله يدي عورتني عنب ان شاء الله حادني. بس عليكم اظني ما برمس وايد اليوم، انا ما ارمس يا بعد يا ماي يا بعد يا بعد. الحين بوصل عند قوم نوره، مطعم نوره بتريق اليوم عندهم، يسوون فول رقم واحد ويسوون بيض بالصاج وايد فنان، بلايم من هذا ومن هذاك. اللهم لك الحمد، الاكونومي مال طيران الامارات وطيران الاتحاد كانك جالس في البزنس
مال الطيران اللي من غير الاكاديمي مال الاتحاد ومال الامارات. طيران الامارات وطيران الاتحاد كانك جالس في بزنس مال الطيران اللي من غير. صباح النور يا عسل حليل مصري. قال لي صباح الخير ما زينكم يا اهل مصر ما زينكم. تلوموني كيف اني احبهم؟ كم خطفت على مليون انجليزي ما قال لي كم الخبر؟ والله سي احد منهم والله خيرين يسلمون. هذا مصري والله سلم بكل بشاشه بعد حافظ عليه وحمر. هات القطع من المغتربين اللي ساكن هني اللي ساكن في لندن يشتغل ظني حد السفارات ما تطبع من طبع العرب اللي فيها خير. فلذلك اللي اجيك من تقم فنان. هذا يوم اقولكم اللي عايش العرب ما بعده هي عرب. العرب اللي فيها خير اللي يعرفون المعاني اللي يعرفون الاصول. انت مشيت عندهم ولا جيت ولا خطفت وصرت جيت عليهم كسبت معانيهم وكسبت مرايلهم وكسبت مذهبهم. هذا العرب اللي فيها خير. يا غير حد من العرب اني لست عنده ما تكسب الا كل شر وكل شيء نعوف وكل قرادة وكل معنى ماسخ وكل فراطة لأنهم فارطين. فجالس المسك ما تحصل منه إلا كل ريح طيب. واللي جالس نافخ الكير ما يكل منه الريح الخبيث. هي والله هذا الفرق بين الإنسان الخير والإنسان الشري. يا ربي يا معناي مغزرة يا سلام. ما كني قلت بس كم مرة أمس قبل شوية. الله العظيم انكم انتوا روحكم سووا اللي سبب ولا انا قايل بس هيكم. يلا عاد الحين اخر كلام جري بوصل المطعم شارع حمراء وخطفت. شفتوا كل منكم ضروري على كل ما اخذت فسلم على السفاره الكويتيه. سلام عليكم هل الكويت. يو هل الكويت. جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج. يا الله يا رب ان نقلب اليوم ونفوز. يا الله هب اليوم بكره يا الله يا رب ان نقلب بكره وناخذ نحن الكاس وتفرح الدار يفرحون اهلها وقبل هذا كله قبل شيء وبعده يفرحون المعازيب. يا ابوك نحن فرحتنا ما فرحتهم الى الله ان شاء الله يفرحهم اليوم ودوم. يلا بس عاد عليك بس هذا البركاور ويناه وهذا نوره قدامي. يلا وانتو اهل الكويت سلام عليكم مناك بعد مره ثانيه. يلا ما الله كل هالمطاعم هاي عندها رجال غير كل هنا ابوي كشن الدباب كشن الدباب. بشوف هناك نوره ما لك موطا جدل من العالم. يلا عاد مره ما صور ايميل حريم يا سام. هذا مره ما طلبنا غيره. ها شو رايك في ريوقهم فنان؟ فنان يا والله ما الفنان الا انت. الله يحفظك. صباح الخير. نفس البرنامج ما عليه صد لا شرق ولا غرب. كل يوم نفس البرنامج؟ لا والله غير. أمس شو تريقتوا أمس؟ أنا تريقي في كوفي هذا قدام اللي أنتوا ما يسمونه. أيوة اليوم أنا متحلى على هذا. ناوي. عيد الصراحة. قرب صوب نزل. لا هذا اللي عدالك أنا وين بعيد عنك. الحين هالمرة الكاميرا مرة مشاهدة وجهك. شو بتريجني اليوم؟ خلينا نقول صباح الخير للشعب سناب شات اللي يتابعوه. وبدي اعطيك سبيشال اللي انت بتبعته. هذا سبيشال خاص نص الك بس. شو عاد خاص نص بعد؟ خاص نص الك ما ضروري حد يعرف. خلص شو بدك انت؟ كل الاماراتيين؟ طر خلص نجيب لك شيء من الاخر طر. ايش عليه؟ شو عاد بتيب؟ صور خلص نظبط لك ريوق على الطريقه اللبنانيه من الاخر. شو هو عاد؟ اخي بنعمل لك اومليت بعد ما نقليه بنشوفه على النار عصاج عصاج زين وبعدين بنشيل لك الحلوم ايه وبندخله الخبز الصاج مع الحلوم وبنكسبه على التوست. ايش كرفن اللي يا ابوك؟ هذا شيء فاخر على الاخر. وبعدين بنشربك قهوه لبنانيه دبل سويت خلي نهارك يكون سويت خلي راسك يتعدل. زين كيفني معك؟ رقم واحد يا رك الله. زين وريد حليب كرك غليظ وزيادة شاي خليه يطبخ زيادة. ولا يهمك صار خلص. زي بس هاي ريوقي بس صح نمونة وحدة. خلاص ما أنت عامل دايت خليك على دايت. أي دايت يا ريال من يد هل بلاد شيء. صحن فول حمص وطحينة. هي نعم. خبز أسمر. يا رك الله. حمص. يلا لطيف. يلا غايته. كيفنا معك؟ رقم واحد. أنت الحين من الفيمس الحين. الحمد لله فيمس.
مستوى حين شو الوضع؟ يعني أنا من دون أنت شايف حالي كيف هلا؟ شايف حالي تفل. يلا يا رك الله شكرا. سرد أنا مثل كريستيانو رونالدو. ما شاء الله عليك ما عليك بس الله يحفظك شكرا. تريقنا عند شو يسمونها؟ نورة. عاد الحين يصورني ترى. صورني ابو محمد؟ هي عيشو من ام القطه خير عنك صور الشيخ هذا شوفك يا مستوي الشيخ والله من رباك يعني الله يحفظك ما شاء الله عليك مستوي وجهه 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 هو اصلا يوم قال هذاك اليوم كويتي وروحه كويتي يعلك تسلم شو رايكم فيه؟ والله اللي ما بكويتي اللي بيودر ريوقه طالب نمونتين ودر نمونه حين تلايمه هذا طالب شغله واحده يا ويلك من الله والله تلحق النار اشهدوا يا هله هله ابوي ليه تابعوني هله حطوا ترى ولدكم ابوي ودر الصحن ناس ما بلاقطه تاكل ضروري حتى يا امه ولا خالته ولا عمته كلهم والله كلهم عندك انزين عليك الرفجه عليك الرفجه تدق له تليفون وتقول تفتنن عليه انه ما يودر الا كل هذا لا 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 حرام والله يلحق كثم ما روم لا لا تروم بلاك ما تروم بنعوضه محمد البشير لا لا ضروري يلطمهن ولكن على تعاونوا هذا روح طالب روح الصحن حق عمره لا لا كل واحد منكم يلطم قبل عليك بنا هو طالب برب منه لا الله كل بده باسكو لا والله صدق صدق والله حرام تودروني لا لا بناكله بناكله اي جزاك الله خير محمد مرحبا 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 والله ملي ولا يسدن هلا هلا وغلا ايش حالك مرحبا بكم انا ورا تلمي يعني ابي يسوي مقابله هب مقابله تودر عك الحين انت مني كتابه لا انا جمزي انا انت تبي اي نعم من منه برهويد والله والنعم 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 وانت قلت شو قروبه اصورك صورني من الصبح ياس اصور ما بس عليك زين برهويد انت وين سكنتوا في انت والله طال عمرك ساكنين اسمه تعرف كاربو كوفي كاربو هي وراها مره الشقه شوف انت زين سويت وانت جمزي القمزي الحين انت من قمزان وضبي ولا دبي ولا لا قمزان دبي وضبي والعين وهي كلهم بني عم ايوه كلنا بني عم وانت الحين من هالشارجه كيف تنبيت ولين الشارجه عاد ابوي الحق عاد ابوي الحق امك أمك من هالشارجه اي نعم شوف انت قرب الله تعدو الحريم ها ابوي شلنا الرجال من ضبي نبب لين تنب الشارجه ما قواك يا ارباع الشارجه تبارك الرحمن زين متعمم عزيزه ما يستوي انزين ما شيء مشكلة حشي ابوكم بياكلوني البحر روحي طاري هاك طاري الماء وما ادري شو واليوم بيتوحوني يلا برايكم صوركم اصلا تعرف من الصبح وياس تصور شو ياس تسوي تحين ياس تقرا علي ياس تصور شو تبع يلا زين ها الحين بصورك ها انزين ما تبع شايك قلت لهم صباح الخير ابو محمد الحين كم ودي قال صباح الخير العرب كله تسلم عليك في قرب انزين عليك وعليهم السلام حط يا برد شيء ثاني ها؟ شو جو لندن ابوي كل العرب تعرف مستوى الدنيا يعرفونه انا احب اخبرهم انا بخبرهم جو لندن يزاك على القير اسميك ايه الخلف مو ترمس انت هكذا انا ما رمس حد انا طالع اللي رمسوني يا ابو اسبوعك انت مثال لا اله الا الله لا اله الله اسبوع على هلمت انت يا غير كل صبح عبارة عن جرن فندال لا اله هب لا والله محيسات بعد يا ريوقي هذا ابوي على ما تشوفون يعلمين عافية ابو الله يعافيك حلوه مقلى وداخله ابوي بيض بالصاج هو وحاطينه وكابسين النمون غدا حمر وزعتر وياه وهذا عاد الفول العجيب فول ويا طحينيه وما ادري شو ما ادري شو مهروس لا وحمص بعد ماشي حمص لا بالنسبة الله يحفظكم السلفرج وتغطيتي العطر ثمين اللي فيه سلفرج اليوم راح أسوي اليوم إن شاء الله بسوي سكابتشر الأول 12 شخص يضيفوني على الإنستغرام الحين بحط حسابي مال الإنستغرام أول 12 شخص من الحين يعني من الكلام هذا وساير بيظهر اسمهم كإضافة في الانستغرام ضايفيني إن شاء الله إن بيظهرون 12 شخص بيفوز كل واحد منهم بمضرب عطر ثمين وبيوصله للمكان اللي هو فيه بأي قارة بأي مدينة بأي قرية بأي بلاد أيا كانت بلاده 12 شخص سوينا سحب قبل مدة على 12 قبل 3 أيام قبل 4 أيام واليوم موعد آخر 12 شخص الجائزة هي 24 مضرب 12 سارا و12 الحين بيلحق المهم إن شاء الله
فاللي بيسوي إضافة أول 12 شخص بيلحقهم العطر لين مكان بيهم وبيبدهم يعني كل واحد منهم مضرب. أنا اخترت أربع أنواع اللي هو واحد منهم العود ويا العنبر وثاني بعد المهم أربعة أخيرهن يعني أو اللي قريبات إلى قلبي يعني اخترت من كل واحد ثلاثة وقبل بعد نفس الشيء وبيوصل لكم إن شاء الله لين بيوتكم إن شاء الله. هذا للي شو بيسوون اللي بيسوون فلو على حسابي في الانستغرام إذا الله جعلنا من الحين. شكر كل الشكر والتقدير لمتجر سيلفريدج والقائمين عليه واللي يشتغلون فيه والأمن والبيع والستاندات كلها والبراندات كلها خير وبركة. يا غير عادة أنا أهم شيء عندي السنة هاي بالذات براند ثمين. عطر ثمين عطر مميز وجميل فنان ماشي شراته. تعالي تعالي بسرعة عاد بدامي أصور طاري ثمين والثمين حق الثمين. السلام عليكم صباح الخير كيف حالك؟ شو اسمك انت؟ شمسة خليفة سيرت الريشة الكتفي. جذابة؟ الله ما قلتي لي حبيبتي. يدة تبوك تستوي خالتي. يدة تبوك يدة هي والله يدة تبوك تستوي خالتي تعرفين؟ هي زاد عيونك خاوية حبيبتي. والله مليون مرحبا بخالد. خالد الحين العرب كلها اللي شافك عندي امس يبون يعرفون منو هذا خالد اللي انا متعني وساعب قدم عسبه. منو انا طالع من خالد من جنون كريم الرقيه الشمس والنعم. نعم ونحن طالع امريكا صداقه وياكم ومتعارفين من زمن طويل والله سبحانه وتعالى ان قدر لنا ويسر لنا وتشوهنا وياكم بعد مرور كم سنه؟ 35 متلاقين في لندن وتفارقنا في لندن وردينا وتلاقينا في لندن بعد مرور سبحان الله آمين آمين على ما يحب ويرضى يا رب العالمين يحفظك يطرح لك البركة في ذرية. شو الدراسة اللي قمت بها؟ أنا حيدك الأول إنسان عادي الحين رديت عقب هذا القطاع ما عرفتك ما بهذاك الشخص اللي أنا أعرفه. واحد ترى من سبحان الله يعرس ويبن عيال ويصير مسؤول تتغير حياته لازم يكون فاهم غير عن الفهم الأولي. فهاي الدنيا فارقت يعني. وياك كم عمرك ما تفارقني؟ أقول عمر الصدق لا لا صدق الحين وخلاك عيونك عشرين عشرين وخمسة وثلاثين خمسة وخمسين لنا لقى إن شاء الله بإذن الله تعالى. يتيني أنا نيتني أترياك تيني الضحى الساعة 9:30 بنيس أنا وأنت وصلاح الحوي والجو قاعد جميل زين إلا البيربل يا أبوك عليك ما زين البيربل لابسنا حق الله يسلم. إن شاء الله نزدعل الفريق باكر إن شاء الله إن الله ينصرنا إن شاء الله بيردون بالكاس وبيفرحون شيوخنا وبيفرحون الشعب الإمارات آمين. وإن ما قدر رب العالمين ترى بعد الجماعة هاي لك إخواننا الحمد لله ونحن وياهم واحد الله لا يفرق بيننا وبين الجماعة هذي جزاك الله خير بيننا وبينهم جزاك الله خير شكرا لك الله يحفظك مع السلامة السمية بدعت الله سلم على العيال يوصل مرة لا تخص حد الصغار والكبار الله يحفظك. والتاريخ والجغرافيا والإرث والعادات والتقاليد والنسب هي اللي تجمعنا بيننا وبين الأخوة الأشقاء في سلطنة عمان. الكأس تنافس شريف داخل الملعب لكن ستبقى روح المحبة والأخوة والإخاء بيننا إن شاء الله وبينكم يا كابتن رشيد. صحيح لن تفرقنا البطولة بل حتجمعنا. من هو البطل سنقول مبروك ومن الخاسر هارد لك. البطولة للجميع ومجرد وصولنا للنهاية هو مكسب للجميع. نعم وبالتالي زي ما قلت الأخوة والمحبة والود حيبقى دائما بيننا ك دولة الإمارات وعمان. أكيد. للأبد مع بعض. نرفع الشعار معا. الكأس لنا كلنا. ونحن معا. مع بعض للأبد. للأبد. هذا الحين هذا طريق بسير أخذ في محل. عالي فندق جميرة. عادي فندق عادي. عالي فندق جميرة شيء. فندق هالفندق محل.
موصيني العيال على غرض يبونه، فخذت باخذي ذا الاراد. هذا في حال لقيت القياس ولقيت المديل ولقيت ما ادري شو شغله طويله عريضه اللي قد اخذته، وما لقيت القياس معناته ان الله ما يبالي المخاسير. يلا اني ما بخيل كم ما احب اخسر. هي والله يلا برايكم. نسيت والله ليش انا كنت ناوي اقول شيء. شوف ما زين الخياط حتى الخيايط اللي قصر ويطول، اول مره اشوف محل مال خياط يخيط يعني قصر ويطول ويوسع. وهذا عاد الجميرة كارلتون تاور. على الله يحفظ عرب كانوا ساكنين فيه وسيرت عليهم وتقهويت عندهم ورمست وسولفت. الله ييسر امورهم ويحفظهم يعودهم ان شاء الله. فرحت بشوفهم واستانس بالينسه عندهم يعني انبسطت. كان يوم من اجمل ايام اللي قضيته في لندن. وخطرت الحين وذكرت تباده لأن الله يعودهم ان شاء الله سالمين غانمين. اقولكم هذا نزلت كل دقيقه يطلبون لي على الخاص، ما نزلت لنا الرقم مال الذواب، نزلناكم يا حين. بوبل كل دقيقه احط روحي ما في مره عمرتين لين اوصل البلاد نطالع الهست. انزين الحين قريب اوصل فندقي ان شاء الله كل البرنامج المعتاد، بوصل بعق ثيابي وسباريح اللي علي بتسبح وبصلي وان شاء الله بتوعد ويا المر في كيرنب ستريت. بيصير بي وين البورصه مالت الجواتي اللي مخبركم انا عنها، واليوم طلق اليوم تفتح عاده بعيد والله ما بجريبك. ايش اسوي في خاطري ولا بخلي شيء في خاطري؟ انا ما بمدحو اسير من غير ما اشيل المحل هذاك مره عاد ما في عقل وما سرت الا كان شيء من الله لا حول ولا قوه. وعمدنا انا حاط التعليق اللي حاطنا عدنان حمد على الله يبارك فيه. عدنان حمد مذيعنا المخضرم المشهور المعلق الفنان اللي محد شراته على الله يبارك فيه، الرياضي بكل ما تعنيه الكلمة، من معنى صديق قديم من أيام بطولة الخليج اللي في عمان الأولى أيام ما كان في قصر القبرة هاك الأيام على الله يحفظه. تعليق وايد جيد مع أخواننا العمانيين وردة فعل العمانيين وايد جميلة. والكاس نسارب ويه للإمارات أو لعمان، ترى الإمارات وعمان على ما قال عدناني على الله يحفظه، الإمارات وعمان عينين في راس والله لا فرق لا بيننا ولا بينهم ولا بين أمة محمد أجمعين على الله يبارك في الشعبين حكومة وشعبا والرياضيين ولا غير الرياضيين. يلا بارك الله فيكم وإلى اللقاء إن شاء الله بكرة. بكرة الميدان يا حميدان الله ييسر. مساكم الله بالخير. بتبرويكم البربل يعني اليوم البربل لكم البربل بربل لاعب لايبة. يا سلام يا سلام في دمكم بحياتكم شفت حد مشتحن بعمره؟ أنا كان حد مشتحن بعمره أنا؟ لو الفقير يتريل مر ما متوه يتريل وانا اللي طعطع وحدو انتين وحدو انتين ربي يا انا حق مشاري وغير مشاري يعني يا يتكشت يا زولي هل بالجوات وحب اسير وين مكافي وهو يتريل فقير ان شاء الله نعم ما بتأخر عليه. لين صليت ولين ما شو يا ابوكم شغلة من
بحر يا ابوك محيطات من دونها الله يعيننا عليها ان شاء الله. علينا خلاص باكر هداعت الله هالدار الدار عنت اهلها الله كريم الله بيلاجي بيننا وبين من نحب ان شاء الله في دارنا بعيالنا واهل دارنا وريحه الدار يا ابوك روح تسد عن كل شيء. سلام عليكم ابوي اللي ساكنين في هالفندق دورشستر مساكم الله بالخير ما باليد حيله خطا في الوقت ابوي لا تاييكم ولا اشوفكم ما لي نصيب لا لي انا نصيب بشوفكم ولا لكم نصيب بشوفي ما الله كتب نصيب الله ان شاء الله ليايات اكثر عن الرايحات ليايات اكثر ما باليد حيله يقولوا لي في اللي استروا انها تي العرب جايتني عزيمة على اللي استر لكن يعتمد عاده ما بان يعتمد ما ندرى بعد هنا وفاقتي اللي استرى وراي سيرة امريكا اذا انها صدفت بسيرة امريكا ما بيواحيني ماك صلاح وخي خلف كلهم يتريون ما يستوي كل حقي انا كل حقي انا بعد لازم هلي واخوتي لهم حق علي وهل بيتي روحهم بكبرهم انا ما شبعت من شوفه ما زين تشيلندا والله ما يشبع من شانت بون الصدق ما ينشبع منه لكن بعد أكثر عن عشر تاتر رقم جديد هذا تاتر بعد والله العظيم أقول لكم أكثر عن 10 أيام ما ثجيل شوية أسبوعين 10 أيام أنا باكر بيكون لي 11 يوم بس علي فوق حقي وإن شاء الله هني دوس بايت يعني ما ينكر حال هنا في السنة الطيائر اللهم لك الحمد طايحة وخري مري كل يوم 3 و4 رحلات طيران الاتحاد طرنق ساير وطرنق جاي وطيران الامارات بعد ونعومك بعد طرنق ساير وطرنق جاي والدنيا ريخة اللهم لك الحمد يا سلام سلم اللهم ادم الليلة هذا صلاح مطرش اللي مسج سمعوا تمني خالي بيبين دندن تمني خالي بيبي دندن حبيبي انا ما في دندن انا في لندن الله العظيم صح روح فيلم لندن دندن عنده هي الاول ترى قال السنين اللي خطفت ما يعرف الا بطه وكرسي واسم بعد يعرف شيء اسم خلف اخوي عم تذكرني بالاسم اللي هو يعرفه غير البطه والكرسي يعرف شيء ثالث نسيت والله خلف اخوي عرفه امس يوم حطيت قصه صلاح ذكرني بالاسم غير بطه وكرسي واسم بعد اسم واحد من اسم بنادم يا غير ما ابراهيم اتذكره الله يا ابو كل ساير مشي وصلت من الصبح اسمي زحمه ستيل هاو لونج ليفت When they just when we get past these lights over there, it's just on the corner when they call it. زين ايش عليه؟ يقول احنا اللي قريب. قريب بدو لا تستعيب، عليك رفجي يا ابو محمد انك ما تستعيب. مبسوطين بوجودك يا ابو محمد، قلت لي على الله يحفظك. هذا كله حديث دار الحين في هالكلمتين اللي هو قالها، صدقوا عاد انتم، من المفروض انكم تصدقون. اي نعم روحي سمعت قال ابو محمد. هواكم بغيتوا تصدقون زين. ما بغيت تصدقون عاد انا ترجمت رمست بهالطريقه رمسته ليه الرمسه اللي دارت بيني وبينها انه مو انا ترجمتها
يعني انتم بغيت تصدقون زينا على زين، ما بغيت تصدقون على هواكم. كل يفسر المعنى على هواه. انا الترجمه اللي سمعتها بهالطريقه ما شاء الله عليك، اترجم على هواي وليها بها زله بعد على هوا، شو اقدر اعزر على وادب الحين ما يحتاج دق حق ربيعك تليفون، بس تخبره في السناب انت وين وهو يتابعك لايف. يا ابو مره انا وصلت الحين على يميني لبارتهاد، وها الله اكبر علي الساحر هل ويا خيل ابليس. سلام عليك، هاو ار يو ماي براذر. سلام عليكم عمر، ترى اسم عمر يا ابوكم. اي والله صباحك الله بالخير. جود مورنينج ماي براذر، هاو ار يو؟ هاو ار يو مستر عمر؟ هي هي بليز يا فيني القهوة، نحن مطرجين. تبني عادي ياس اسجل اقول حق العرب؟ ما في داعي هز ماردك حق ربيعك تليفون، اللي يحبك يتابعك لايف اكيد طبعا. ومن قلت هربت لانك قدامي واجل بالكاميرا جداك. الله يبارك ما شاء الله خيل ابليس الله يحفظه. ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمه عمار؟ عمار. عمار بعد؟ عمار عمار قول لي مقوى تنقل لها الاسم الفنان خبر عادل. هو تشوز فور يو ذس جود نيم؟ سوري هو تشوز فور يو ذس جود نيم؟ اي ثينك ماي انكل. انكل قول لي ما شاء الله على انكلك فنان. هرب الله تنكلك باهي. He spelled it wrong, that's the worst thing. ها؟ He spelled it wrong. ما ادري شو قال عاده. شو قال؟ النطق نطقته غلط. انا؟ ايه. ليش؟ انه هو عمار وانت قلت عمار. شوف انت. حي. بعد؟ سلام عليكم. خلاص ختامية. سلام عليك. مساء الخير. كيف حالك؟ الحال. هاي حاله؟ ما يصير. كله بالسنابات؟ ها؟ شو رايك؟ راح احط احلى بعض يمين. Good morning my brother. How are you؟ والله والنعم. مع هذا اللي شرب لا تربل لك. هي هي. كيف حالك ابوي؟ ما شاء الله يا ابو سلمك. انتم من داينا قوة. كلكم فنانين. على هاي. هني عاد كله مرة بكبر. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظك. ما اريد اشوفك شايف حد يودر هالزين يشوفك انت والله بصور ابوي هالي ما تحليها خدودك ما تحليها خدودك تحلي هدودك يا تحية احمد بن حامد يا اهل الجنه يلاكم ترى اللي حين يبعد الطرق شوف الشوارع الرئيسيه واللي واحد ما يدل لندن كلها كامله 25 مايل قطرها دور ما دارها 25 ميل تلفها كاملة ب 25 ميل يعني صغيرة تروم تحوم فيها من الصبح ليل مساء لفيت الدنيا كلها يا غير اللي يخليك تأخر اللي ما يدل نحن في خيشاتنا نمشي هاك اليوم في القطار كم مشينا من قطار لين قطار من طحنة الزمان لين طحنة التكاسي ويلا يلا وصلنا عقب ساعتين وحين هذا من كرني بالسريت حتى خمس دقائق ما بناخذ جري يلا خلاص بنام صبح لين الحين قال لي لا تخبر نحن وين سايرين ولا تخبر عن العنوان لا ما تخبر لا ممنوع يلا بناخذ اللي نبابر نبدا بخبر من ندخل المحل وين شي من ندخل وناخذ اللي نبابر اصور لكم لكم ابوي لاين خاري سيد سيد ابوي من حد يدخل من يدخل حد يلس خدمته في المشترى ظهر اللي داخل ودخلوا حد مكانه علم ابوي داخل يمكن 10 انفار لو 15 والمكان يشيل حتى 50 حتى 100 هذا 100 مو يدور داخل الاساس ما يدخل كل حد يريون ومن حد من حد يخاف يا رب يطيح فخار اليوم شو الاسعار وين واصلها؟ من 3600 باوند ولا اختفى بعد رد نزل 3200 انت ساير هالجواك هذا انت سايق
شيء طبيعي ما بقدر اصورهم كلهم يعني كل واحد احلى عن الثاني ما فيهم واحد يشابه ربيعه شيء جميل شيء وايد فنان لكن يباله ابويه يونية بيزات يباله يونية بيزات يونية هذا كلمة جميل قليلة عليه وهذا بعد من ليدان وهذا ها عدة ألوان والله منهم وانت ساير مقمطات ما يبون حد يصكهن فسن بعد هذيل وكلهم عاد خف الريشة هذا عاد بني شاب مال الصدق الله أعلم يس يس شو هني Your name is Radwan. Radwan, you're from Morocco. I am. From Maghreb, and you work here for a long time. But you've been to Dubai many times. You like it? Very much. You stay for how long? I stayed for 1 week. Uh-huh. I stayed for 1 week, uh-huh. But I lived there for 2 years. And we'll be opening a shop in Dubai as well. Why not? Anyway, I need your help. I need some shoes, and I need your help. ابوي كل من يازل شيء هذا ظهر كم قال هذا 2400 جنيه انا والله يا ابو لو عندي بيزات لا احصاها لا انس ولا جان ما اخذتهم 2400 جنيه لا يا ابو لا عيبني واحد جيمته 300 حته 250 حته أكثر عن شيء الله يا أبوك هذا يا هزلي طلب كم 350 كنا أو 270 خدت هذا ما أدري والحيلاق أبوي على وكل شيء كل من شيء يا هزلي في عيني وعيابني سألت عنه لأنها سعرها أسعار خيالية يعني 3500 عن أبوه إنان هو سوي لابوي هني بعد حضيان الصيد ها اثنين باوندين ها وهاي ها بقيت ابو 5000 و10000 جنيه انت وحظك ونصيبك تحط جنيهين حضيان الصيد ها الله ينهى شغله هون يظهرون البيزة ها شو الأسعار هناك 7600 تشتري شيء من عندهم عطوك هاي ها جرب حظك أولنا ما يدري عاد هاي أظن 2 جنيه ولا شيء 2 باوند هي تحطهن وتجرب عضو فوق البيع يلا جرب حظك نصيبك هي بس هاي حطها ودو بعدين بس شو حظ نصيب That's it? That's it? You see, you have to hold it. Hold it in. ما حد فاز فينا يلا ما ادري شو السالفه ولا اعرف وين احنا المحل ابوي مال جواتي يسوى ويستاهل من يعنيله للي عنده بيزات وايد اللي عنده شو بيزات وايد ولا تهمه البيزه يا غير الاسعار وايد غالي يعني انا يا زلي 3-4 دخلا في خاطري غير يوم صرت أطالع أسعارهن 2500 باوند و1700 باوند 2500 3000 باوند هل يا زلي وايد واحد لونه مثل لون البصلي
لون البصري ما ادري لها اسم، ما اعرف شو اسمه، مثل الروز الفاتح فاتح فاتح. وعيبني دخل خاطري كان يوم صرت اسومه لان 3000 وشي، شو اللي كالف؟ ما شي كالف. 15000 غير خدت اثنين عاديات. طيب ما رويت لان الوادم شو اللي خذتن؟ احب ارويكم اياها مع خاطري. هذا واحد، هذا واحد زين، وهذا الثاني هم واجهات. ها هذا الثاني خف الريشه، وهاي خلقه لي فوق واتر بروف وما شي شرات على 250، ما ادري على 2 لتر ب 500 جنيه، يعني ب 2 لتر تقريبا حوالي 2500 درهم. ايه 2500 درهم زين سعرهن. يا غير انا برو ما اخذ جوتي بهاك الحكي والله، ليه ما تنقز الا سمين يعني، ليه حتى لك، حتى لو مليون سمين، حتى لو لك 600 سمين ما بيتون علي البيزه اخذ حلقة. انا ابوي نان لو لاق طيب اللي لاق بيزاته في الرقعه ولا بكاد تبهن ولا بتعبان ولا شياته، ما عادي يعني ما يضره علي، خاف من سخط الله سبحانه وتعالى. المراد والباي وقبل يومين بعد ما اخذ اثنين، هاي لك واحد ب 60 واحد ب 50 زينات ما فجات، بس علي اربعه ومن اوصل بقشطهن هاي لك كلهم بنفذهن. مازرات الكبتات ريولي الضورب ما روم حتى امشي، وجدام من سنه دقيانوس شيء من هنيداد والله ما طاحني، غير ما يصلح نحين ثقال علي. ما ادري انا كبرت، كبرت ما الكبر الحين، واحد من يتعدى ابوي الخمس عشرات يدور كل شيء مريح. يلا برايكم الحين بالمر عازمني على الغداء، وين بالمر؟ وين الغداء اليوم؟ طال عمرك اليوم الغداء في سوهو. هي في مطعم هندي. هي مودرن كوزين. شو اسمه؟ مودرن كوزين اسمه كريكت. ايه اسم مطعم كركت. اسمه كركت ايه. ترى على فكره المطعم تايلندي اللي من كم يوم مره ما يتشاهد. لا؟ هي والله. هذاك ابو مصبح. اسمه ابو مصبح؟ ابو مصبح. مره ما يتشاهد، يعني ما فيه الا هذا النغر ولا الباجي السمك ريحه الزفره تحرق العين. هي والله. والتوم يوم سوب كان زين. والباجي كله ما يتشاهد. لا هو ما تنشرب اللي طلبتنا اياها. هي لك برايي. شتاء غاوي لك اليوم في حرورة بس أصير عندك، بس هو الطلب هذا كاك اللي طلبت نغارة هو الزين. هذا شارع من أول إلى آخرة كل يبيعون أجناس مال حريم، أقطر وميوات وخلاجين وخيايير كل هالشارع. بالصدفة بعدينا العام كنت خطفت على هالشارع في هذا، كنت جايين العام وكان عندهم الله يسلمك مهرجان، حطيت الفلتر مال المهرجان وكلتني العرب ليش حاط الفلتر هذا، شو دراني؟ يا الله اظن دم خفيف، اظن جخت من مال الاخطبوط. الاخطبوط ما يصلح الا عليك انت طنطل نص الليل برا هلا بطوله ما بهين كان حد. ها اقول لكم الشارع كلها جناس كلها خراجين طحف، اقول لكم طحف حرامي ان الطحف. ابوي بيشيركم العين واستوت على الفاضي. وينه هذا بالمر؟ نعم يا عنوتن على الفاضي. لا لا المطعم كودة في سوهو ولو 200 مطاعم كودة تودنا، هذا كريكت انديان ريستورانت زين طلع مسكر ما ادري كيف معني ابنه وانتم ما تدروا بانه مسكر اونلاين كاتب انه فاتح. هي ويوم وصلنا لقيناه مسكر. شوف انت احنا بنشوف ندور مطعم في طوكيو وما طوكيو ودول شرق اسيا، الرجال يكون عمره يوصل 70 و80 والتيشيرتات اللي يلبسن مال ميكي ماوس ومالات اللي عليهن باباي وحرمه باباي، وانا حليلي توني اخذت واحد عليه خطيط صيروني كبر الرايبه حمر كلوني كبدي، هذا مال سنة عيال عيالك وهذا مالي حالو انا هذا اللي بلبسه، ولا بيعيبني غير ابوي الالوان الفاتحه والشيء الزين الشيء الفنان القاوي.
أنا أبوي ما عندي حاسية أدفن عمري وأنا حي، لا والله مدامي حي أبوي بلبس الألوان اللي أنا أحبها وتفرحني، ما بلبس الألوان الشابية الشيء المظلم اللي قدي فيه جالس في ماتم ما شيء كالف. هي والله بلاك ما تلبس الألوان اللي توالم سنك، لبسكم جان قرب لذان يا أبوك يوم نحن يا حال ما خلي ما تم الأول في مدينة زايد ما سيل ويلس عندهم وجدور البنتو والقداوة ترنح وأنا في النصيفة. لا والله يوم يقولون شيء شيء ما أتمصيح وياهم بعد والله ولا عرش يقولون يا غير أصيح وياهم يصيحون ما أدري شيء يا رب وأصيح وياهم. آخر شيء أبوي تعشينا وظهرنا. هي والله قزرنا وطل أول يوم نحن صغارين أمور الله ينهى أمور وكل زين وكل قاوي هاك الوقت سق الله هاك الوقت والزمان ما زين. هي والله والماتب عليه شاء شور سود. هي والله وحويات وخاري في الحوي شيء فنان والله ما شيء ضراب مثل حينه وجتل ويسبون حد ولا حد يسبهم. نسير نجلس عندهم والله ونرمس نسولف في والله يعيبوني كان تبون الصدق أجلس الأول في المواتم عندهم الأول في مدينة زايد. وحتى يوم أسير الدمام هات السنين كان ودي أسير المواتم اللي في القطيف وفي تاروت وفي سيهات يوم يصدف أسير وشي ماتم أسير وغاوي الناس الصيح وأنا أضحك وساعات تجيني الصيح وأصيح الله العظيم وأظهر ما شيء معتقد أنه يعني ما كان عندي في الشيطان طريج وما كان موجود هاي إن هاي ما أدري شيء يسبون وهاي ما أدري يسبون ما أدري منو وهاي يسبون ما أدري منو ما سمعناها بنحن هالشيء الأول. هذا الشيء لحين استوى سب وما سب ومعاير أنا أبوي هل معاير ما استوى إلا ما استوى الإنترنت وهاك الدهر كله ما شيء معاير ما سمعناها بالأول يطرون حد ولا سبوا حد. كم جلسنا وياهم كم نحن جلسوا ويانا لا طريناهم ولا تطرونا ونجلس عندهم يجلسون عندنا غير الحين هذا ناتق بعد من استوى سمونه هو من استوى الانترنت ينة العرب اللي قالوا الفلاني استوى شرات الحريم الأول قالوا القيل اللي عند الحريم ما بأي حريم الحريم الماسخات الحريم اللي عليهن على رمسة عقد راي ما يرمس الرمسة الفارطة اللي ترمس الرمسة الفارطة يسمونها حريمة ما بحرمة ترى شيء حرمة وشيء حرمرم وشيء شرالك بيش يترمرم. يا ربي كم رمست بس عليك يا. كيف حالك؟ علومي طيبة ليتك إلا ويانا أنا وأبوك. يي أبوك أبوي سالب قلوب العذارة قرب الله تبوك ما الله حد أبوي كل نستحم فيه وامك ولا بهام منها خبر خير. لا ما يخاف علي ابوي ابو عليك. انت وين احي في العمره ها؟ لا وصل ليوا. ما اسمعك. اقول لك عمي انا في برابي على دربي ليوا. ايه الله يستحمل على عمرك حبيبي. انا راعي برور مش كل سنه عمي لازم طايح في البر. الله يحفظك يا سرمول. انا اتحرك ويا قوم امك ساير العمره. بس ما عندي وقت حطك فتشه بعد اروح لي وحين صار المهرجان. زين الله ييسر امورك حبيبي. سلم لها خليت منك. لازم نوديك البر ليونا ان شاء قرب الله تبوك يا ابوك. هب مخلي حق العرب لا حاثر ولا داثره. قادي شرات الحضره تلم كل اسمك. يا رب سلام حبيبي شق الواي فاي مالي في فندق شو اسم المطعم هذا؟ كوتوموتو شوتوماتي هذا حينه تراه مبخي. شوف شاتشو وين؟ عند الكبة. هو وين؟ شبد السماء. لا إله شوف شتوفي وين؟ عند ركبته. شاتشو وين؟ عند الركبة مرة. وهو طالع وين؟ لا إله إلا الله. Thank you very much. No problem. Thank you. هذا نحن متعودين عليه في كل مطاعم يقول لك هذا وتفلفص منه وتاكل اللي داخل وتعقل اللي يلوف غير هذا انا ما شفته هذا اول مره.
لك غير نمون حاطين عليه صوص غير غريب. One you mean? No, it's for one. Yeah, built for one. Yeah. I mean, if you want a lot, like one, at least one per two. شيء لذيذ والله. وايد فنان. ما في حروره ولا شيء غير ما حاطين عليه صوص شيء طعمه غريب عجيب. حفظ بعد من ضمن المنيو عبارة عن بيليان شيء مقلة شرات المقلة أو بستيم لكن طعمه بعد لذيذ طعمته. حفظكم بعد سلطة الكينوا سلطة الكينوا وياها بيضة منخي ما أدري شو هذا في بعد اللي وياه صنوبر صنوبر رمان قول لي اللي يبونها شو اسمه سوشي أظن سوشي ها سوشي سوشي العادي غير هذا غير نمونه تمشي الوط ويها وهاي البيليان وهاي سلطة الكينوا أنا حطيت أبوي سلطة الكينوا تحت وحطيت عليها كم من حبة بيليان وأزمتها عبارة كينوا بمرقة بيليان هي نعم لذيذ غير نمونه. أقولكم توها واحد مطرشة مسج تقول أتخبر رأيلي أقول لها هي عاد تخبر رأيلها طلع عليك ما تشوف خالد وجهه قال لي الصالق أبو محمد ني أصبح لين يبسي وجهه كله بكبره الصالق ظنك شمنا قالها والله قالها يا أبوي ترى يلوص وجهه بزبدة قبل ما يظهر من الفندق تخيل محلاتي من لايص وجهه بزبدة يا الله الله العظيم شوف الفاقة مكثرها عند العرب متفهرين حتى ويهي حالي حلو يوه العرب حالي حلو يوه العرب يعني كيف انت بل علي ايك نفس السؤال بل عليك بالمرق نعم نفس السؤال والله عالم غريب والله ما يخيلون يسألونك عني شيك على خالد كان يحط شيء في ويهي لو ما يحط وي حطكم الله في حامية اللهب يلي متفهرين حتى في ويهي روحة كأنه ميزان مختلف الحمد لله رب العالمين. اللي الله يحفظكم بعد اخطبوط مقلى مشواي ما ادري ايش قال لهم انت يقل كريمه مالته بيربل غامج وبيربل فاتح على الدرجتين البيربل كان ريتو شكرا بالمر على هالمطعم الفنان وغاوي وزين اكلهم فنان وخفيف ورقم واحد يا غير ما بشيوخي المطعم لكنه مال عمه الناس لكن الناس اللي تعرف للاكل الأكل خفيف وغاوي ويشبع يعني ما بعيوش والحوم وصواليب لا كل شيء صحي وفنان والله ترى صدق والله رمزكم الأكل وايد ممتاز ولذيذ وفنان ما بشيوخي ولا بملكي مال عامة الناس لكن ما بمال سربجي لا ما بمال شيء العادي لا الناس الفنانين اللي يعرفون للأكل يوزلهم هذا أكلهم خفيف حشيب وعنب وما واحد تنقص عنبه في العمالة دول واحد يبير بس عندكم كم خطب في واحد عندال وانا راسي عند دار كبة مصيبة يلا اليوم اليوم الهي اليوم اليوم الهي اليوم اليوم الهي بنيانهم كل غاوي وكل زين وكل فنان ما شيء خير عنه يا غير الله يحفظكم بناية وحدة زد عن البنايات كلهن اللي هي هذه ها لا ما بهذه اللي تشوفونها شوف الله عليك شوف مجملها شوف مجملها غير هاي تحرها تحفة معمارية طالع تحت بناية شو عادي هي بناية كارتير إيه ها ما تنقز إلا السمين هاي يوم أقولك ما تنقز إلا السمين هذا أبوي ما تنقز إلا السمين شيء ولايتي ولايتي ما يبالي رمسة إنها كارتير حدث ولا حرج يا سلام سلم خذ بارك الله فيك
هذا الرجال اسمه يابر، يابر بن علي، يابر بن سيف القبيسي، وهذا ابويه سعيد بن صالح القبيسي. والجين هم ابوي عدال هالبنايه الولايتيه، لان هم ولايه اطفال عدال البنايه الولايتيه. ما سمعت الا بن صالح خالد، يا خالد ابو محمد اشوف انا منور البون ستريت. يا سلام سلم، انا برم عليك. يا هلا الله يحفظك. لا تو جايين. كيف حالك ابوي؟ كيف انت؟ خير الله يطول عمرك. والله مليون مرحبا، مليون مرحبا، مليون مرحبا عيال قباس. الله يحفظك. البنيان الغاوي في كل مكان، والبنايات الغاوي في كل مكان. يقية شارات هالبناية غواها طاغي، سمعتوا به الغوا الطاغي؟ ايه يا غير عادي. شوفوا شو تحته، تحته ابوي كارتير. ايوه هذا ابوي مبنى كارتير على هالاساس تلقطونه. ولايتي وفهم وفنان. شي خير عندي؟ ماشي أخير عن شيء ماشي. يقير تحف عمارية، شيء لا صار ولا استوى، فنان وفوق عن الزين، فوق عن الزين. والزين زين الطاغي، أبو الزين العادي بعد زين بطغاه. هذا يقول لك ليه زين الطاغي تحف المعمارية الطاغي في الجمال. هذا أول شو اسمك أنت؟ منو؟ علي بن محمد. وانت ابويا محمد جاسم سالم شاكر. والله والنعم. اي صف انت علي؟ سادس. شو؟ سادس. وانت؟ ما شاء الله ما شاء الله. وش كنت في لندن؟ امبا هوتيل. امبا هوتيل؟ امبا هوتيل. امبا هوتيل. ليش ضحك؟ يا صبري سجلتوا الاسامي عادي؟ ما بترمسين؟ قولي والله قميضه. Okay, Maya. Now, what's your good name? Malalai. Malalai. We will talk now. We will talk about the body lotion cream. Yalla, yeah. 1, 2, 3. Okay. Yalla. So, we've got 2 body lotion here for me. Well, one of them is Revia smell. One of them is Carb Dude smell. Both of the body lotion, when we made it, it took us 3 years. For it to be made, and before we made the body lotion, we made sure that the cream consistency was perfect. But why 3 years taking? Because the consistency and the ingredients that we used required a lot of long time. There was a lot of mistakes, and we wanted to make sure that the cream was perfect. And we didn't want it to be too greasy. We didn't want it to be too thick. We didn't want it to be too light. We wanted to make sure that the cream was perfect enough, absorbent enough, and still maintain the smell as well as the quality and the ingredients of it. Aywa. It's got shea butter and argan oil. Organ. It's mixed from shea oil. Shea butter. And argan oil. Organ oil. The organ oil from Morocco. Morocco. Shea butter from America. MashaAllah alaykum. Yes. So both of the ingredients makes the skin hydrated, as well as it's nourishing for the skin, smoothing. So if you have irritated skin, this is also really good as well. Thank you very much. You're welcome. It's new, 2018, and no one has it, so exclusive as well. Hey, thank you very You're much. Welcome. Thank you. Thank you. How long does it take to make this? It took 3 years. 3 years to be made. And only in Selfridge? Selfridge is only vitamins. Thank you very much. Anytime. Thank you. This is from? Revia, which is rose, oud, saffron, leather, vanilla. This is? Yes. This one? And this one? The other one is called carved oud. It is oud, vetiver, patchouli. And both of them from the shea butter and organ. Zeyt argan. Yes. Argan oil. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Okay, this is now? This is now the second 12. The second 12. Who you are gifting from the products you bought. Okay. And the other? Okay. Just here in the group. Okay. الحين هاي عطيتهم ال عطيتهم الله يحفظكم ال 12 شخص الاخرين الاوليات اللي قبل 4 ايام خذوهن
You send the message. Yes. So once the mean direct contact you on Instagram, please reply back with your address and contact number so we can get back in contact with you and send the products out. Inshallah. شو يعني معناته اللي بيطر شو لكم ثمين المسج وردوا عليهم بالعنوان او باللي هم يبون يعرفون عنكم الطريق اللي يتواصلون وياكم فيه على اساس انه يوصلوا لكم الهديه لين مكانكم وصوروها وطرشوها وخبروني عاد خلاص او طرشوني على الانستغرام او على الواتساب اني اصوره واحطه في حسابي زين هم تنسون تيكم العطورات ترددون عليهم وتصافين يلا Thank you very much, Tamim. Thank you very much. Thank you. Thank you. العطورات اللي ين لحينه هاي هدية من هذا الخطاط التركي خطاط تركي أبو تركي and your mother my mom Turkish and my father side from Medina Saudi هي أبو أصوله من السعودية من المدينة من أميات السنين أو ما أدري من متى بسنين يعني أبوه من السعودية وخدمة تركية وعاش وهني واستوى من أميات السنين وحين لا يعرف عربي ولا شياته ويشتغل في المحل مال ثمين يخط الأسامي اللي بياخذ اسم كتب هو الاسم عليه روحه يخطه ويكتبه ويقدمه للي يبي يشترون غير حقي أنا هاي كانت هدية من عنده Thank you very much Thank you very much Thank you كلكم وايد هالعرب اللي تقول عطر ثمين موجود في الشرق الأوسط أو في مكان غير مش موجود شو السبب اللي يجون يشترون من ثمين من سيلفريدجز يشترون بقيمة معينة يشلون التجار ويبيعونه عندهم على أساس أنه هم الوكلاء هم مش وكلاء أبدا يشترون بسعر غالي ويبيعونه بأغلى في عندنا في الخليج وهذا الشيء اللي حاصل وهذا مال المبيعات بيخبركم وين موجود بالضبط ثمين في أي بلد في العالم So in Germany, we're available in three different places. In Munich, Oberpollinger, and in Berlin and Hamburg, Cardewe. We are also available in Zurich in a place called Oswald's. And also in Los Angeles, a place called Lucky Set. Which means nothing in the Middle East? Nothing in the Middle East. At all? Nothing. أيوة. فهمي ولا أنا فهمي؟ يلا ياركم الله. Anybody need to have Thameen online from this one? Yes, صح? Just go to the top one here, www.thameenfragrance.com and you can order online and we ship anywhere to, in the world. There you are. Now I will take a picture for this one, please. صبر عادل اليوم نحن ويا محمد منور سيلفرج مفروض اصدق يعني لازم تصدقني جواني انت ما تبغى تصور ما تبغى تصور تو قال ما يبغى وحين قال وي هذا هو قالدي تتعرف في ابوك ابوك شو اسمه سعيد بن جاسم بعصيبه والنعم والنعم يا سعيد بن جاسم سعيد اسمه نعم سعيد بن جاسم سلام عليك مال مقويل سلموا على الربع كلهم. مالي مالي. هي. نور. هي. يا بارك الله. كيف حالك؟ من وين انت ابويا؟ من شارجة. والله والنعم. سلام سلم يا سلام سلم يا الله يحفظك. شو اللي لا تعال صورني صورتي يا ماما صورتك يا ما كذب ما في الا جاكيتك جاب جاكيتي وصوبك تسلم حبيبي اقول المحيربي هذا بنو العود لي وياكم هذا العود هالعود هذا هو بادي جارد هو هو بادي جارد هو حمادي حمادي هو بادي جارد ما شاء الله عليه شنو
صبري عادة ما خبرتم عن اسمك ابنه جليلة اسمك جليلة ما ان شاء الله وايد اسمك وين بدك زين انت مدربة صح اول مدربة اماراتية بيرسونال ترينر يعني اللي يبغى يضعف ايوه يبغى يطلع عضلات شوف انت يبغى ينضف بعد مرحبا مرحبا خلاني انقطع عنكم من ظهرت من سيلفريج صرت عند عرب العرب ممنوع التصوير لسنا ورمسنا عقب صرنا عند عرب غير بعد ممنوع التصوير وقزرناها هلا كله ممنوع بممنوع ورمسنا لين طاب الخاطر وسولفنا وعندك ودونك يعني هلا حد بالعرب له خصوصيه شو الراي كل حد ابويك اشوف عين شوفي وتقهوينا وتفاولنا ورمسنا لين مال العود واحترق وترخصت عنهم وحين عاد الله يحفظكم ساير فندقيه قريب اوصل هذا فندقيه ها فرت حصاه يلا تصبحون على خير الى اللقاء بكره ان شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما جيت أي زون ما في عين قطرة يا ستار مس أبوي في اللوبي وخلق الله ما خلقي غير ما صورت شيء. يوم جيت الغرفة تحيدون جويتياتي اللي أشارهم راويتكم إياهن أمهات 200 و250 و300 باوند العاديات. وقلت لكم هاي الأكمار متاخذهم أبوي غلاية بهاك الحكي بآلاف أنا ما في حاسي ياخذهن أبوي يوم جيت ولأني لقطهن أبوي قدامي كان ريتو لقطهن في حجرتيها على ما تشوفونهن. أبلا واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة شوف الحظ يوم الله يريدك بنادم نصيب يوصل كل اللي تباه لين حجرك وانت يالس في مكانك يوصلك كل الشكر والتقدير للي خد وطرش على الله يحفظه ويطول بعمره وبارك الله فيه كأن يعني سوى شيء ما حدش سوى يعني هذا شيء ناتق أن يأخذون لي الشيء اللي في خاطري وحبس شيء سابقة يعني ما بس قصة سابقة قصة شيء زين اني ناخذ شيء في خاطري عيل انا ما بخيل لكن استكثرت لا والله وغالي يعني حرام اني اخذ شيء بهالجيمة لكن يجيني وببلاش هاي نعمة لوش وهلها روح اللون روحه يزقر هاي يرحب اللون هذا روحه يرحب روحه يزقر مصير يومين وهي لك عاد حدث ولا حرج لك الاثنين حدث ولا حرج يعني شيء ولايتي وهيلاك عاده ما يبال رمزه يا سلام سلم شكرا للي خذ وطرش وتعنى وتكسر ويتيبر مشكور كل الشكر لك والتقدير بارك الله فيك شكرا ونرد لك اياهن في الافراح حش علي ما ضروم انا ابو الافراح يبال شيء وايد لا بس شكرا تسد علي خالد الخالدي نحن نحبك كمان بابا محمد بالزاي